مرحبا منال. اهلين ابن عمي، ليش رجعت بكير؟ ما فتحت الدكان اليوم. ليش؟ شو في؟ شو صاير؟ كنت عند اهلك. عم تعمل زيارات من وراي؟ طب كنت قلي رحت معك، والله مشتاقة لأبي وأمي كثير. لا والله، بس حمدي جل عندي وقال لي إنه أمك عاوزتني بسرعة ورحت لهنيك. ليش؟ شو في؟ يعني هو الخبر قاسي بس لازم تعرفي. شو في حسني؟ الأعمار بيد الله. إيه. أبوك أعطاك عمره. صلي على النبي. هاي حالة الدنيا. الله أعطى والله أخذ. تعال. الله يرحمه يا رب. وإن شاء الله خاتمة الأحزان يا مرت عمي. الله يرحمه. الله يسلمك يا ابني. شو بدي أقول لك منال؟ هي صار لك أسبوع هون، يعني عم بقول حاجة لازم نرجع على بيتنا. خلينا شوي كمان. بنتي جوزك معه حق، ما بصير تتركي لحاله. بس قبل ما تروحي الله يرضى عليكي، في كلمتين بدي أقول لك ياهم. خير يا أبو. يا بنتي أبوكي ترك لك ورثة كبيرة، وما حدا له وريث غيرك، وانتي بدك تديري املاكه. مرت عمي شو عم تحكي؟ يعني الله يطول بعمرك كمان انتي. حبيبي انا صرت مره كبيره وما لي جلد عليك شيء. انت ومنال لساتكم شباب، بديروا بالكم. بس يا مؤنة شو بدي اعمل بكل هالمصاري؟ يا بنتي انتي صحيح الله ما طعمك ولد، بس اشتغلي بهالمصاري واسسي شيء لكبرتك ولابنك اللي الله بده يطعمك اياه باذن الله. مرت عمي انا عم اقول يعني دكاكين نأجرهم، وهي المصاري اللي تاركهم عمي نشتري فيهم بيت جديد، والباقي يعني نشتري فيهم ذهب. ابن عمي انت قلت لي انه الشاويش عارض بيته للبيع، مزبوط هالحكي؟ ايه مزبوط مزبوط. ايه وقلت لي انه البيت حلو كتير وشرح، فخلينا نتكل على الله ونشتري. ايه ليش لا؟ ايه والله البيت قال لي كتير حلو وشرح وعفشه كتير جديد. ايه والله. لك أمي أي. إذا البيت لساته ما انباع روح اشتري. شو عليه؟ هلأ هالأيام الواحد إذا معه مصاري بيشتري فيهم أراضي ومالكانات. إيه خلاص خلاص مرت عمي، وانت قلتي رح نشتري هذا البيت ما تاكليها. بس شو بدي لك مرت عمي، يعني قديه تقريبا المصاري؟ هلأ أنا صار فيني أنت على البيت مو هيك؟ إيه طبعاً يا معلمي، ما طبعاً لأنه البيت كتير منيح، ولو ما كان هو صاحبه مضطر ما كان باعك يا. إيه منيح اشتريته لأنه كنت حاسس إنه شاويش كان بده يقنصني فيه. والله ما تشوف عضوات الحارة كيف انقلب وشه وقت عرفوا إنه أنت بدك تشتري البيت. وليش بقى؟ يعني حسد ولا ضيقة عين؟ لا بس البيت كتير حلو معلمي وفرشه كتير جديد. إيه مزبوط فعلاً البيت كتير حلو وفرشه جديد. إيه وفيك تنتقل عليه دغري. اي بس قبل ما ننتقل عليه بدي منك هيك تجيب صانعين تروح على البيت ينظفوا لي اياه هيك يزوزقوه يعني اياه مشان ادرسكم فيه. على راسي من فوق معلمي، على راسي. تفضل. تعي يا حبيبي تعي. شوفي لي هالبيت ما احلى. كثير حلو ابن عمي، احلى من بيتنا الاولاني. بس هاي الاوضه اذا بتشوفيها رح تحبيها كثير. وفي مفاجاه ثانيه هيك مخبي لك اياها. شو هي؟ عفاف. مين عفاف؟ عفاف؟ مين هاي؟ وليش طالعة قدامك في القرعة؟ سنين وأنا معك، سنين وأنا متمني يجيني ولد منك. أحس حالي إني أب وما قدرت تجيبي لي ولد، مشان هيك عفاف هي أم ابني اللي راح يحمل اسمي. شو قدرتي؟ ما بدك تباركي لي؟ انت واحد حقير وواطي، فالك! حقك تبادليني يا حقك. جبتي لي 10 اولاد لانه كريتك تقبر قلبي. خلي لي اياكي. غدر فيني يا امي،
غدر فيني وتجوز علي من دون علمي. الله لا يوفقه ولا يوجه له الخير. وأنا كنت مأمنته على حالي وعلى ورثتي، وبالآخر بكافيني وبيتجوز علي. الله لا يوفقه، الله ينتقم منه. إلهي راح اشترى أحلى بيت بالحارة وسجله باسمه. أنا قلت معلش أنا وياه واحد، بس ما كنت عرفانة إنه مخطط يسرقني. خلاص لك أمي خلاص. روقي، أنا حكيت مع الشيخ إنه يجيب حسين ويجي يطلقك. حاجتك أنت لازم تخلصي منه بقى وتعيشي حياتك. الله لا يوفقه. وحقي أمي وحقي كيف بدي أخده؟ حقك يا بنتي عند رب العالمين. بس أمي أنا لازم أشتغل، لازم أشتغل مشان ناكل أنا وأنتي. الله لا يوفقك يا حسن، الله لا يوفقك يا حسن. الله يختار لك الخير يا بنتي. ايه منيح منيح، يعني حاسبت كل المرابعين، ما حدا إله معنى ولا قرش واحد. بنوب بنوب، حاسبتهم كلهم على دوز بارا معلمي. ايه الله يقويك، الله يقويك. شو بدي اقول لك؟ نعم. عم تشوفها لحرمتي الاولانيه؟ لا والله يا معلمي، ابدا ما عم شوفها، انقطعت اخبارها بنوب بنوب عني. يعني ما عم تشوفها ابدا هون ولا هون ولا هون؟ لا والله يا معلمي، بس اللي صار معها يعني ابوها توفى وانت طلقتها، يعني شغله مو سهله بنوب بنوب. ايه مظبوط، والله انا ما كان بدي طلقها، بس هي اصرت على الطلاق وقت تجوزت. وحقق الجواز يا اخي، حقق الجواز. ايه بمصاريها. شو عم تقول هذا؟ شو عم تقول؟ والله ما قصدي معلمي، دخيلك والله ما قصدي. يلا نلح نلعب من وشي. قال بمصاريها. هلا هاتي لشوف قديش بدنا نحط دهن الطيب مع الزيت. بنحط الزيت بثلاث ارباع القنينه والبقيه دهن الطيب. والله بري عليك، كنت تتعلمي بسرعه. خلي اتعلم حكيم، الي شهرين عندك. بتعرفي شو؟ انا كل ما بتصبح فيك بنهار بصير نهاري كثير حلو. تسلم كلك ذوق حكيم. عبدو، اسمي عبدو، سيري ناديلي عبدو. ايه والله بستحي ناديلك عبدو. لك انت بيحق لك كل شيء. حكيم، شو رايك نعطي من الوصفه اللي عملناها امبارح للدايق ام زهير؟ يعني هيك بركضهم، هيك بتعطيها لحرمه ما بتجيب اولاد والله بيطلع فيها. ما عندي مانع، بعدين خليها تجرب، اذا ما نفعت ما بتضر. اي معناها رح اخذ معي امينتين على البيت. خدي شو ما بدك. أنا خلصت ما هيك؟ مع الأسف إيه، على إنه مالي متمني يخلص النهار كلياته. أنا لازم أروح أحسن ما أتأخر على البيت. منال؟ تتجوزيني؟ لك منال مشان الله الحقيني. شو في خير؟ لك في وحدة مخطرة بين الحياة والموت. إيه روحي داوية. كيف بدي داوية وعندي مطلقة بالحارة الثانية؟ طيب رح تكم لايتي وروح لعندها، بس ما قلتي لي مين هي؟ عفاف مرته لحسني. حرمتك ما فيها شيء، بس هي دعوة المظلوم. يعني ما اللي عم تداوي على مرتي؟ صدفة حلوة يا مو. لا هيك حبلة. ألف الحمد لله إني حبلة. أنا جوزت الحكيم عبده، ليش ما دريت؟ دريت بلا دريت، بس ما توقعت إنه ما توقعت إني جيب أولاد؟
الله كبير يا حسني. الله كبير. بوس ايدك سامحيني. بوس ايدك سامحيني. مرتي ما عم يثبت مع الحمل. هاي خطاتك والله خطاتك. أنا غلطت بحقي. سامحيني بوس ايدك وشو بدك؟ أنا جاهز. مالي زعلانة منك. لأنه رب العالمين عوضني. وبعت لي رجال حنون كتير. بس أنا في شي ما بقدر سامحك عليه. ما رح سامحك لترجع لي. قولي اللي بدك يا بيصير. أنا بدي هذا البيت. بدي تكتب لي هذا البيت باسمي.